واحد بيقول هل توجد آية في الكتاب المقدس تدل صراحة على أن الرب لم يخلق مخلوقات حية سوى في كوكب الأرض؟ وإن لم يكن فلماذا كل هذا الجهد في اكتشاف حياة أخرى على كوكب غير الأرض مثل المريخ؟ الكتاب المقدس تحدث فقط من جهة الخليقة على كوكب الأرض، يضاف إلى كده الملائكة، ولم يذكر شيئا آخر عن الكواكب الأخرى. لو طلع فيها حياة لا تتناسى مع الكتاب المقدس، ولو ما طلعش فيها حياة لا تتناسى مع الكتاب المقدس. يعني موضوع الكتاب لم يتكلم عنه إيجابا ولا سلبا، لكن هم علشان توجد فيها حياة لابد من وجود الأكسجين والماء. لازم الماء يقدروا يحللوه لأكسجين وهيدروجين لو أمكن. وبعدين تبقى في ناس يعيشوا على المية دي، أو حيوانات تحيا على المية. ولذلك لما رواد الفضاء بيروحوا الاماكن دي بياخدوا معهم اكسجين وبياخدوا معهم ميه.